من هو أقوى كائن على ظهر الأرض؟ لنتعرف أولاً هذه الحشرة القوية. تمتلك خنافس الروث أسلحة رائعة، بعضها له هيكل كبير يشبه القرن على الرأس أو الصدر، تستخدمه الذكور للقتال، كما أن لديها نتوءات على أرجلها الخلفية للمساعدة في دحرجة كرات الروث. أما أرجلها الأمامية القوية فهي جيدة للحفر وللقتال أيضاً. معظم خنافس الروث طيارات قوية مع أجنحة طويلة مطوية تحت أجنحة خارجية صلبة، ويمكنها السفر عدة كيلومترات بحثاً عن روث في حالة مثالية، باستخدام هوائيات خاصة تلتقط بها رائحة الروث من الهواء. توجد خنافس الروث في جميع القارات باستثناء القارة القطبية الجنوبية، وتعيش في الأراضي الزراعية والغابات والأراضي العشبية والبراري والصحراء. يقوم علماء الحشرات بتقسيم خنافس الروث بالطريقة التي تكسب بها هذه الخنافس رزقها: المدحرجات وخنافس الأنفاق وساكن الروث. تجمع المدحرجات القليل من الروث على شكل كرة، ثم تدحرجها بعيداً وتدفنها. تستخدم الكرات التي تصنعها الأنثى لوضع بيضها في كرة الحاضنة أو كغذاء يأكله البالغون. أما خنافس الأنفاق فتهبط على الطبقة الرقيقة من السماد لتقوم بحفر نفق ودفن جزء من الروث فيه، في الوقت الذي يقنع فيه ساكن الروث بالبقاء على قمة كعكة الروث لوضع البيض وتربية الصغار إلى فترة قد تمتد لأربعة أشهر. هذا المستوى من رعاية الوالدين غير معتاد في عالم الحشرات. التوقيت هو كل شيء بالنسبة لخنافس الروث، لأنه إذا ظل الروث لفترة طويلة بما يكفي ليجف، فلن تتمكن الخنافس من امتصاص الغذاء الذي تحتاجه. وإذا حدث أحياناً أن تفقد الخنفساء بوصلتها للوصول بكرتها إلى موقع دفن النفايات، فإنها تتوقف عن الدفع بأرجلها الخلفية وتصعد إلى ظهر الكرة لكي تعدل اتجاهها ليتواءم مع الشمس في النهار. ولأن خنافس الروث تتميز بعيون تعينها على العمل في الإضاءة المنخفضة في الليالي المقمرة، فإنها تستخدم نور القمر المستقطب لدفع الكرات بأرجلها الخلفية في خط مستقيم. أما في حالة انعدام الضوء كلياً، فقد اكتشف علماء الحشرات مؤخراً أن خنفساء الروث هي الحيوان الوحيد على ظهر الأرض المؤهل بشكل مذهل للاسترشاد باتجاه ذراع مجرتنا الطريق اللبنية. والآن، ما هي المهام المكلفة بها خنفساء الروث على ظهر كوكب الأرض؟ بعبارة أخرى، ما هي الفوائد التي يجنيها البشر والكوكب معاً من تنفيذ أقوى كائن على ظهر الأرض لمهامه المحددة؟